يقول هذا السائل بأنه خطب فتاة وبقي على هذه الخطوبة لمدة 10 أشهر ولم يقدم لها شيئا من ذهب أو غيره، ويريد الآن أن يفسخ هذه الخطوبة، فهل له ذلك؟ وهل عليه إثم؟ وهل عليه تعويض لهذه الفتاة عن مدة خطوبتها معه؟ أفيدنا أثابكم الله. إذا كان قد تم العقد ويريد أن يطلقها قبل الدخول فلا بأس بذلك، فإن كان دفع إليها شيئا فلها نصفه، إن كان دفع إليها شيئا من المهر فلها نصفه، كما قال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوا، كما قال سبحانه وتعالى فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فإذا طلقها بعد العقد وقبل الدخول وقد أمهرها شيئا فإن لها نصف المهر الذي أعطاها، وإن تركه لها كله أو هي تركته كله له هذا أحسن. أما إذا لم يكن سمى لها شيئا ولا دفع إليها شيئا وقد عقد عليها فإنه يجب عليه أن يمتعها بأن يعطيها شيئا من الكسوة، شيئا من المال، يعطيها شيئا من الكسوة ويعطيها شيئا من المال. قال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، هذا في التي أعطيت مهرا. وأما المطلقة قبل الدخول ولم يفرض لها مهر فلها المتعة بأن يعطيها شيئا من المال ومن الكسوة. قال تعالى ومتعوهن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسي قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. أما إذا كان القصد أنه لم يعقد عليها وإنما خطبها مجرد خطبة وأجيب ولم يعقد عليها ثم عدل عنها فلا حرج عليه في ذلك ولا يجب عليه نحوها شيء، وإن أعطاها شيئا من باب تطيب نفسها وخاطرها فهذا من المستحسن لكنه ليس بواجب عند أكثر أهل العلم. نعم أثابكم الله. ما يعرف في هذه الأزمنة بالخطوبة ومراسيم الخطوبة، وظن بعض الناس أن لها تأثير في إباحة نوع من العلاقة أو ترتيب شيء من الالتزام، هل لكم في هذا توجيه فضيلة الشيخ؟ نعم، العلاقة لا تحصل إلا بعد العقد، العلاقة بين الزوجين والخلوة هذه لا تجوز إلا بعد العقد، لأنه إذا عقد عليها صارت زوجة له. أما قبل العقد بمجرد الخطبة وحصول الاتفاق فإنها أجنبية منه، يحرم عليه أن يخلو بها أو أن يستبيح منها ما يستبيحه الزوج من زوجته، حرام عليه ذلك لأنها أجنبية. وما يفعله بعض الجهال أو المتشبهين بالكفار من أنه يستصحبها بعد الخطبة وقبل العقد أو تسافر معه ليرى بزعمهم أخلاقها، هذا كله من الشيطان، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يخلو رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان، هذه لا تحل له وهي أجنبية، لا يجوز له أن يخلو بها ولا أن يسافر بها لأنه أجنبي منها. نعم بارك الله فيكم. وقد ترتب على هذا مفاسد كثيرة فضلت. لا شك سيترتب على هذا قطعا، إذا خلى رجل بامرأة سيترتب على هذا ما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم بارك الله فيكم.